خير القرون مواقفا ومثالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. الخامسة عشرة، وهذه السنة فيها أحداث كثيرة لا سيما في جبهة الشام. السنة الرابعة عشرة كان الجهد فيها كثيرا في الجبهة العراقية والفارسية، معظم الأحداث متعلقة بقتال المسلمين مع أهل فارس. أما في هذا العام نجد أن الجهد كان منصبا على الجبهة الغربية وهي قتال الرومان، وقتال الرومان أشق وأشد من قتال الفرس. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره قال: إن أخوف ما أخاف عليكم من بني الأصفر، من بني الأصفر، وبنو الأصفر هم الأعاجم النصارى، فالأعاجم النصارى من أشد الناس خطرا على الإسلام. وما وجدنا أحدا كان أشد نكاية على الإسلام من هؤلاء. قلت لكم من قبل أنه ما من ملة ولا شعب حارب المسلمين حتى ولو كسر المسلمين إلا دخل بعد ذلك الإسلام. الديلم حاربوا المسلمين ثم دخلوا الإسلام، والفرس حاربوا المسلمين ثم دخلوا الإسلام، والترك حاربوا المسلمين ثم دخلوا الإسلام، والتتر حاربوا المسلمين ثم دخلوا الإسلام. أما الصليبيون فإنهم حاربوا المسلمين ولم يدخلوا الإسلام، بل إن الحملات الصليبية كانت مستمرة وضاغطة بشدة على بلدان العالم. نجد المكر العالمي، المكر العالمي يؤسس على خلفية نصرانية. نجد الجهد الفكري والعسكري والاقتصادي يؤسس أيضا على خلفية نصرانية، وهناك التحالف الوثيق بين النصارى وبين اليهود. لماذا؟ لأن الاثنين ينتظرون مسيحا منتظرا، مسيحا منتظرا، فاليهود ينتظرون الموعود الذي يتربصونه في آخر الزمان، والنصارى ينتظرون نزول المسيح، والكل متفق على أن بلاد فلسطين هي بلاد الملاحم، وبالتالي الكل حريص على أن يستوطن اليهود هذه البلاد. فكان وعد بلفور، وكان الاستيطان اليهودي، ثم إعلان الدولة اليهودية الخبيثة، إلى غير ذلك مما أنتم تعلمون من أحداث. في هذه السنة نجد أن المسلمين نازلوا الروم في معارك كثيرة ومتعددة. من هذه المعارك مرج الروم، مرج الروم مكان قريب من دمشق، وحشد الرومان فيه جيوشا كثيفة ونازلهم المسلمون، ولكن المسلمين كسروهم ولله الحمد والمنة. بعد هذه المعركة، بعد أن علم هرقل بما حدث بمقتل أهل المرج وأنهم قتلوا مقتلة عظيمة، أمر هرقل وهو لا يزال في بلاد سوريا، وبلاد سوريا هي بلاد الشام، بلاد سوريا هي بلاد الشام، فأمر هرقل أمير حمص أن يسير إلى حمص ليحصنها ويحتاط كي يقاتل المسلمين. وكان من مكر هرقل أنه أوصى أميره على حمص ألا ينازل المسلمين إلا في يوم شتاء بارد قارس، في يوم شتاء بارد قارس. أقبل المسلمون وكان عليهم أبو عبيدة على حمص، ثم أتى بعده خالد رضي الله تعالى عنه، ولقي المسلمون في حصار حمص بردا شديدا، وحاصروا الرومان في حمص
حصارا طويلا، فصبر المسلمون ورابطوا، وأفرغ الله تعالى عليهم الصبر فأعقبهم النصر حتى اضطرب الشتاء واستسلم أهل حمص في ترتيب سأقصه عليكم. كان أهل حمص يتواصون فيما بينهم، أن يوصي بعضهم بعضا، ويقولون تمسكوا تمسكوا فإنهم حفاة، أي فإن هؤلاء العرب حفاة، فإذا أصابهم البرد تقطعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون. يعني هؤلاء القوم ضعاف البنية وهم حفاة ولا يقدرون على مقاومة البرد، فاصبروا يا أهل حمص حتى تملوهم. فكانت الروم تراجع، والمسلمون في النعال ما أصيب واحد منهم، حتى إذا انخنس الشتاء، يعني صابر المسلمون مصابرة عظيمة ولم يصب واحد من المسلمين في البرد بأذى أو بسوء، وعندئذ انخنس الشتاء. فلما انخنس الشتاء، أي رجع وانتهى الشتاء، قام رجل من أهل حمص يدعوهم إلى مصالحة المسلمين. قالوا كيف والملك في سلطانه وعزه؟ إزاي نحن نصالح المسلمين وهرقل في أظهرنا وبيننا؟ ليس بيننا وبينهم شيء، لن نصالحهم. فتركهم وقام فيهم آخر فقال ذهب الشتاء وانقطع الرجاء، فما تنتظرون؟ إن هؤلاء قوم يعانون، يعانون أي يصبرون ويصابرون، ولأن تأتوهم بعهد وميثاق خير من أن تؤخذوا عنوة. يعني لما تصابروهم أو لما تصالحوهم خير من أن ينتصروا عليكم ويدخلوا بلادكم عنوة، وعندئذ تخضعوا لشروطهم. أجيبوني محمودين قبل أن تجيبوني مذمومين. طبعا قالوا له أنت رجل خارف ولا علم لك بالحرب، واستمروا في عنادهم، واستمر المسلمون في حصارهم. يذكر أن المسلمين ناهدوهم وحاولوا دخول حمص عدة مرات، فكبروا تكبيرة زلزلت معها الروم في المدينة. مسألة عجيبة جدا، وده أمر مجرب، أن المسلمين عندما يجتمعون على التكبير فإن هذا التكبير يقطع نياط قلوب الأعداء. أمر عجيب جدا، يعني التكبير أقوى أثرا وأبعد وأمضى في تأثيره من الأسلحة النووية، أقوى من الأسلحة النووية. يعني لو أن هناك آلاف المسلمين احتشدوا وقالوا الله أكبر لانفلقت لهم الجدر، ولا تحركت لهم الجبال، ولا تطامنت لهم الرؤوس، ولكن هيهات أن يفعلوا ذلك، لا سيما في عصور الذلة والهوان التي نعيشها هذه الأيام. كبر المسلمون تكبيرة زلزلت معها الروم في المدينة. عجيب، وتصدعت الحيطان. ليس في ذلك بأس، أن الله تعالى يأمر الكون كله أن يعين المسلمين في قتالهم ضد أعدائه. ما الضير أن يتحرك جبل، أو أن ينهدم جدار، أو أن يفيض ماء، أو أن يحدث بركان؟ هذا كله بأمر الله عز وجل. ألم نسمع أن أبرهة عندما أتى لهدم البيت الحرام أرسل الله تعالى عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فحمى الله تعالى بيته، مع أن الذين يسكنون البيت كانوا من المشركين. فما بالك لو أن المسلمين قاموا لحماية مقدساتهم. فإذا كان الله تعالى حمى البيت وكان سكانه من المشركين، فما بالك لو أن المسلمين قاموا لحماية مقدساتهم؟ أليس
من قدرة الله عز وجل أن يجعل الكون كله سخريا لخدمة الإسلام والمسلمين، ليس في ذلك ما يدعو إلى العجب. فالمسلمين لما كبروا الحيطان في مدينة حمص ارتجت وتصدعت بالتكبير، ارتجت وتصدعت بالتكبير، ففزعوا إلى رؤسائهم وإلى ذوي رأيهم ممن كان يدعوهم إلى المسالمة فلم يجيبوهم وأذلوهم بذلك. ناس خيبة، قلوبكم ضعيفة، اذهبوا إلى أماكنكم واصبروا وصابر هؤلاء الأعراب فإنهم حفاة وليس لهم قبل للقتال، غير ذلك. فلما كبر المسلمون الثانية تهافتت منها دور كثيرة وحيطان، في هناك حيطان وهناك بيوت تصدعت وسقطت في التكبير، الله أكبر. ففزعوا أيضا إلى رؤسائهم وذوي رأيهم فقالوا ألا ترون إلى عذاب الله. ده بقى عذاب بقى، إن كل ما يكبرهم تتهدم البيوت والحيطان تقع، ده عذاب بقى من ربنا عز وجل. عندئذ نادوا الصلح 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 الصلح، فصالح أهل حمص المسلمين على ما صالح عليه أهل دمشق على دينار وطعام. انظر بقى المسلمين لم يجعلوا معيارا واحدا في الصلح إن الشعب كله يدفع حاجة واحدة، لا، انظر إلى رحمة الإسلام ورحمة المسلمين بهؤلاء القوم. صالحوهم على دينار وطعام، يعني كل واحد بالغ يدفع دينار في السنة وصاع من الطعام. أيسروا أو أعسروا، أيسروا أو أعسروا، يبقى كل واحد يدفع في السنة دينار وصاع من طعام، قمح أو بر أو ما إلى ذلك، سواء كان في ذلك يسر أو في ذلك عسر. طيب الثاني، وصالح بعضهم على قدر طاقته. سبحان الله، إذا في هناك ناس قالوا احنا نقدر ندفع لكم في كل سنة دينار وصاع من طعام، سواء إذننا أو إذناش احنا نلتزم بذلك. قبل منهم المسلمون ذلك. ناس ثانيين صالحوا على قدر طاقتهم، إن زاد ماله زيد عليه وإن نقص نقص منه. والله أنا صالحكم على كل سنة دينار، ولو اتفقرت أو حصل لأي ظرف هنقصه يبقى نص دينار. قبل المسلمون أيضا ذلك منهم. وهذا يدل على رحمة المسلمين بأهل البلاد التي فتحوها، وكانت هذه المعاملة الرقيقة هي من أعظم الأسباب التي أدت إلى دخول الإسلام هذه الديار. فتحت حمص وفر منها من فر من فلول جيش الرومان. هناك مدينة أخرى تسمى قنسرين، هذه المدينة كان بها الرومان وعسكروا بجيوشهم فيها، وكان قادة الإسلام في حصار هذه المدينة أبو عبيدة وخالد رضي الله تعالى عنهما، وكان رأس الروم رجل يسمى ميناس، وهذا الرجل كان أعظم الروم في الروم بعد هرقل، يعني الرجل الثاني في الدولة بعد هرقل كان هذا الرجل ميناس. حدثت المعركة وانتهت بقتل ميناس، وقتل من الروم الكثير، وأصر خالد رضي الله تعالى عنه أن تخرب هذه القرية، أن تخرب هذه القرية لأنها كانت شوكة في ظهر المسلمين. عندئذ لما تخربت هذه القرية وفتحت حمص وقبل ذلك فتحت دمشق، فر هرقل وخرج من بلاد سوريا إلى القسطنطينية، وهناك خبر يدل على يأس هرقل من هذه الديار بعد ذلك.
هرقل عندما كان في طريقه فارا إلى القسطنطينية لحقه رجل من الروم كان أسيرا في أيدي المسلمين فأفلت، يعني استطاع أن يأخذ غرة أو أن يفلت من بين يدي أسراه أو الذين أسروه من المسلمين، فلحق بهرقل فقال له هرقل: أخبرني عن هؤلاء القوم. الناس العرب دول في خلال يعني 4 سنين، خلال 4 سنين استولوا على كل هذه البلاد. في 4 سنين أمر عجيب جدا، مع أن الفرس قاتلونا قرونا متطاولة فلم يظفروا منا بشيء. خبرنا عن هؤلاء القوم نسمع. فقال: أحدثك عنهم كأنك تنظر إليهم. أنا أقول لك بقى فيهم أوصاف كأنك تنظر إليهم. قال دول بقى يعني وصف الصحابة ووصف المسلمين الذين فتحوا بلاد المشرق والمغرب، ما أوصافهم؟ فرسان بالنهار رهبان بالليل، فرسان بالنهار رهبان بالليل، إذا يقطعون الليل ويمزقونه قرآنا وصلاة. لا يمزقون الليل، نسأل الله تعالى أن يسامح شباب المسلمين وأولاد المسلمين، لا يمزقونه فسقا وفجورا، وإنما يمزقونه صلاة وقرآنا وذكرا. ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن. بنجد مثلا أحد المتسلطين يدخل المحل يقول له: هات لي كيلو الحلاوة، وهات لي علبتين تون، وهات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا، ياخد كل حاجة وفي الكيس يقوم ماشي وما يقدرش يتكلم معاه. ليه؟ لأنه من أرباب السلطان، ممكن يعمل له مخالفة ب1000 جنيه. لا، المسلمون لا يأكلون إلا بثمن. يبقى المسلم لا يأكل إلا إهداء أو بثمن، لكن يأكل غصبا لا. المسلمون لا يعرفون الغصب، فبيقول: فرسان بالنهار ورهبان بالليل، ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن، ولا يدخلون إلا بسلام. عندما يدخل بعضهم على بعض يسلم بعضهم على بعض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظر كيف أن الكفار يرصدون حركات المسلمين وآداب المسلمين ويتأثرون بسلوكيات المسلمين، حتى عندما تدخل على أخيك وتقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غير المسلم يرصد ذلك، يرصد ذلك ويجعل هذه مزية وعلامة. يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه. يقفون على من حاربهم أي يصبروا عليه حتى يقضوا عليه، لا يعرفون فرارا. إذن هم صمد عند اللقاء، لا يجبنون ولا يفرون. لماذا؟ لأن الله تعالى نهاهم في سورة الأنفال أن يفروا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف. إذا من وصف المسلمين عند القتال أنهم يثبتون حتى يأتوا على العدو. أتى على الشيء إذا إيه؟ إذا قضى عليه. يجيب لك مثلا كده إيه؟ مشروب، أقول لك قضيت عليه أو أتيت عليه. أتيت عليه يعني إيه؟ شربت كله، ماشي، أنهيت عليه. هذا من شأن المسلمين. لما سمع هرقل ذلك الأمر، يبقى هم الناس دول فرسان بالنهار رهبان بالليل، لا يأكلون إلا بثمن، يسلم بعضهم على بعض، إذا كانوا في القتال كانوا ثبتا، كانوا صامدين لا يفرون. ماذا قال هرقل عندما سمع هذه الأوصاف؟ قال: لئن كنت صدقتني ليورثن ما تحت قدمي هاتين. لو كنت صادقا فيما تقوله لي فإن هؤلاء القوم سيرثون ما تحت قدمي هاتين. لئن كنت صدقتني ليقوم هؤلاء القوم بإرث ما تحت قدمي هاتين. ك
كان من عادة هرقل أنه كلما حج بيت المقدس، بيت المقدس هؤلاء الناس يعني النصارى يحجون إلى بيت المقدس، وعندهم برضك الحاج خليل والحاج جورج وما إلى ذلك، الناس دول بيحجهم إلى كنيسة القيامة وبيت لحم وما إلى ذلك. فكان هرقل كلما حج بيت المقدس فخلف سوريا، خلف سوريا يعني إيه؟ يعني ترك سوريا إلى بلاد فلسطين، أو خلف سوريا وذهب إلى بلاد الروم، قال عليك السلام يا سوريا، نسأل الله تعالى أن يعيد إلينا سوريا إلى حظيرة أهل السنة، لأنها الآن مستعمرة من قبل أشد الناس عداء للإسلام، وهي الطائفة النصيرية العلوية، هذه طائفة خبيثة تحارب الإسلام والمسلمين، وهي لا تقل بأسا عن اليهود في عدائها، بل إن عداءها للإسلام أشد من عداء اليهود هذه الطائفة. فبيقول عليك السلام يا سوريا تسليم مودع لم يقض منك وطره وهو عائد، يعني كل سنة يروح بيت المقدس يحج وبعدين يقوم راجع ايه الى بلاد الروم الى القسطنطينية، فيمر على سوريا الجنان والانهار والحدائق والغنى والنعمة والترف، فيقول لها بقى سلام عليك يا سوريا، وهذا سلام غير مودع ولكنه ايه عائد اليك ثانية. فلما توجه المسلمون نحو حمص عبر الماء وفتحت قنسرين وقتل ميناس، خنس عند ذلك هرقل وهرب إلى بلاد الروم، يعني هرب إلى ناحية القسطنطينية، والتفت إلى سوريا وقال عليك السلام يا سوريا سلاما لا اجتماع بعده، ولا يعود إليك رومي أبدا إلا خائفة. وقد كان، وقد كان ودعها وداعا نهائيا، ولم يعد إليها هرقل بعد ذلك الوقت. بعد أن فتح المسلمون يعني هذه البلاد، بلاد دمشق وحمص وبلاد المرج وغيرها، نزل عمرو وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص، وشرحبيل كلاهما من قادة فتوح الشام، نزلوا على بيسان فافتتحاها بيسان من بلاد إيلاء، وإيلاء اللي هي بلاد فلسطين، ففتحاها. وعندنا حديث الدجال نخل ايه؟ نخل بيسان، مش عارفين هذا الحديث؟ عند مسلم وأحمد، عندما هبت ريح عظيمة فتكسرت سفينة، فالتجأ الناس إلى جزيرة، ناس من العرب كم منهم تميم ابن أوس الداري، فهبت ريح عظيمة فالسفينة تكسرت وحملت ألواح الخشب الناس إلى هذه الجزيرة. تميم ابن أوس الداري بيقص هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزلوا إلى هذه الجزيرة وهي في بحر المشرق، وإذا الآن لا نعرف مكانها ولا نعرف بحر المشرق. إذ تلقتهم شاة عظيمة أهلب، أهلب أي طويلة الشعر، طويلة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر. هذه الشاة العظيمة الكبيرة جدا تكلمت معه، قالت لهم من أنتم؟ صبا لم يكن الناس بقى في الأمواج ويعالجون الأمواج والعواصف، واخد بالك ازاي، والسفينة تتكسر، وبعد ما تتكسر كل واحد يشعل في حتة خشبة، وبعدين بعد كده يروحوا الجزيرة، جزيرة ضلمة وبالليل مثلا أو بالنهار، وبعدين خوف بيترعشهم بتاع مش عارف ايه، فجأة
تلاقوا كده كتلة شعر كده جاي ناحيتهم كده. وبعدين ديت التي تأتي بالأخبار إلى صاحب الجزيرة، لذلك اسمها الجساسة، الجساسة التي تجس الأخبار وتنقل الأخبار إلى من؟ إلى الرجل الموثق في دير في هذه الجزيرة. الدبة دي قالت لهم: من أنتم؟ تصور ما الذي أصابهم من هلع وفزع. فقال لها: نحن ناس من العرب، هبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى هذه الجزيرة. قالت لهم: انظر إلى ذلك الدير، دير مكان مبني. قالت لهم: إنها هنا، إنها هنا رجلا ينتظركم بالأشواق. أمر عجيب جدا، يعني في هنا رجل بينتظركم بالأشواق. لعل هذه الجساسة رأتهم وهم يقتربون من الجزيرة فأسرعت فأخبرت صاحب هذا الدير بخبرهم. فلما ذهبوا إلى ذلك الدير وليس لهم إلا أن يمتثلوا، جزيرة مخوفة وهذه دبة أهلب، فزع وخوف، فذهبوا إلى هناك. فوجدوا رجلا طويلا طويلا جعد الشعر أعور العين، اجتمعت يداه إلى عنقه، إيده مربوطة كده لإيه؟ لرئبته. فقال لهم: من أنتم؟ قالوا له: نحن ناس من العرب، ركبنا سفينة فهبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى ذي الجزيرة. قال لهم: أو ظهر فيكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له: نعم. قال لهم: هل آمنه الناس أم كذبوه؟ فقال فكان الجواب: آمن به من آمن وصد عنه من صد. كيف حال الناس معه؟ قتلوه، والقتال سجال، تارة له وتارة عليه. حتى قال لهم: أتعرفون نخل بيسان؟ نخل بيسان؟ فقالوا له: نعم، إنه أوفر نخلة. أتعرفون بحيرة طبرية؟ قالوا له: نعم، إنها أوفر ماء. قال: إني أنا الدجال، إني أنا الإيه؟ الدجال. وجعل من علاماته وأماراته أن يقطع نخله بيسان. وقد حدث، اليهود فعلوا ذلك الأمر، اليهود عندما استولوا على بلاد فلسطين قطعوا نخل بيسان وجعلوا به مستعمرات يأمها اليهود من كل مكان. لما فتح المسلمون ما فتحوا من بلاد فلسطين والأردن انتهوا إلى بيسان، فافتتحاها من اللي افتتحها؟ عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة، وصالحته الأردن، واجتمع عسكر الروم بأجنادين وبيسان وغزة، وكتبوا إلى عمر بتفرقهم، فكتب إلى يزيد بأن يدفئ ظهورهم بالرجال، أن يدفئ ظهورهم بالرجال، يعني إيه؟ أن يجعل الرجال كثرا متوافرين غير متنافرين، لأن افتراق جيوش المسلمين يؤدي إلى تبعثرها. وأن يصرح معاوية إلى قيسارية، وكتب إلى عمرو يأمره بصدم الأرطبون. الأرطبون له قصة ستأتي بإذن الله تعالى، وكيف أن عمرو بن العاص احتال وذهب إلى الأرطبون وأجرى معاهدات ومباحثات مع الأرطبون دون أن يعرفه الأرطبون، يعني لم يعرفه الأرطبون. إن شاء الله في الايه في المرة القادمة سنجد فيها يعني ممكن تقولوا مغامرات الصحابة والجهد العظيم والتفكير والتخطيط والاستراتيجية التي قام بها الصحابة بإذن الله تعالى. وكان كتاب عمر إلى معاوية: أما بعد، فإني قد وليتك قيسارية. شو بقى كتاب التولية؟ مش يقول له مثلا ده اضرب عليهم الضرائب وشدد عليهم واضرب ظهورهم وحاكك بشائرهم ومن خالك فاقطع رقبته
واصلبه واعمله، لا نسمع بقى بيقول ايه. قال: اما بعد فاني قد وليتك قيسارية فسر اليها واستنصر الله عليهم، اي على الرومان، واكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. وسار معاوية في جنده حتى نزل على أهل قيسارية وعليهم أبنى. أبنى هذا قائد روماني، فهزمه معاوية وحصر أهل قيسارية في قيسارية، وجعلوا يزاحفون، يعني يطلعوا مرة من البلد ويقتلوه يرجعوا تاني البلد، ويطلعوا يقتلوه يرجعوا تاني البلد. وخرجوا من صياصيهم واقتتلوا في حفيظة واستماتة. الحفيظة أي الغضب، أثار حفيظته أي أثار غضبه، وشدة الغضب تفضي إلى شدة القتال. ولذلك لما يكون واحد زعلان من واحد ويضربه بيضرب إيه؟ ضرب جديد. لكن لو بيهزر معه بيضحك معه وابتسم ويجي يضربه بيضرب إيه؟ خفيف. إذا لابد في عند القتال من ماذا؟ من الغضب والغيظ، من الشدة والبأس. طيب، فاقتتلوا في حفيظة واستماتة وانتصر المسلمون عليهم، فبلغ قتل الروم في المعركة 80,000 وكملت هزيمتهم بقتلاهم 100,000 بعد نهاية المعركة. سنسمع بعد ذلك فتح بيسان كيف فتحت، وكذلك معركة فاصلة فتحت الطريق إلى بيت المقدس، هي معركة أجندين. إذن عندنا معركتين من أخطر المعارك الموجودة في بلاد الشام. المعركة الأولى معركة الإيه؟ اليرموك، التي فتحت الطريق إلى إيه؟ إلى دمشق. المعركة الثانية أجندين، التي فتحت الطريق إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. نسأل الله تعالى أن يجعل أجندين ثانية، وأن يجعل هناك طائفة مؤمنة متوضئة تكسر أعداء الله، لكي تجعل من أجنادين الجديدة طريقا إلى تحرير بيت المقدس. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يأخذ بأيدينا، فسبحانه وتعالى ثقتنا ورجاؤنا ومولانا، وهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. خير القرون مواقفا ومثالا.